الخير. عيش ستايل كتير ناس وسيدات تحديدا تعودوا عليه، بس للي انضم حديثا لعيش ستايل بروجرام واقعي 100%، عم حاول عيش نهار اي ست طبيعيه برات الاستوديو، بتعيش حياتها، بتروح بتكسر، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بتعمل شوبينج، عم نعيشها على الحقيقه. وقت ننتقل على الاستوديو بنفرجيكم وبنعطيكم قد ما فينا تيبس من كل المجالات بعالم الموضه واللايف ستايل. رح نبلش حلقتنا اليوم بمشوارنا اليومي اللي تعودتوا تشوفوه سوا. اكيد كلنا بنحب نزين سفرنا باشياء حلوه مثل هاي، بس نحن نعرف نعملها بتخيل كثير صعبه. رح يحاول يعلمني بس اكيد رح كون فاشله، بعرف، لانه مستحيل يطلع معي هول الاشياء. شيف مازن يعطيك الف عافيه. هول شو؟ الله يعافيك. هول شو؟ هي شو؟ هيدي كروم وزي. لا فهماني كروم بس قد ايه مهضومه؟ قد ايه بياخذوا معك شغل؟ بياخذوا شوية شغل بس كله على العادي. انتوا جبتوا سكاكينو؟ بليز. هلا هول قطعوا عندي سكاكين، بس اللي ما قطع شيف مازن عنده اقلام حلوه، عنده اقلام حلوه. حلو هالقلم. هذا القلم هلا اخذته معي. هيدا مقدم عندي السيارة على الكيف. يلا شيف بدنا نبلش نعلمون. يلا اكيد. اليوم شو البطيخة؟ حنسابق ايه بطيخة اللي هي أكثر شيء هلا معتمدينها. اوكي. أوكي. نبلش أول شيء من قشير. القشرة، أكيد السكين لازم تكون قوية. اوكي. لأنه إذا ما قوية ما بيمشي الحال. وعلى الفلين. هلا حنبلش بالأوراق الوردي البرانية. Thank you.
رح صعبة كتير. هنعمل كمان نهاية الوردة. هي الورقة المخططة. بعد فينا نعمل شيء. هلا هول اللي عاملهم رح نعمل فيهم شيء ولا هيك بنحطه؟ لا هلا هول الورود اللي عاملهم حساوي فيهم بوكي ورد. خلينا نزيح البطيخة على جنب بما انه شافوا المبدأ العام كيف بيشتغل. اوكي ونزين البوكيه اللي عم تحكي عنها تنعلمه شيء ثاني. صح يا الشمندر. مبدئيا زيت ال بس الشمندر ما فيك تحطه بالبراد وتقصه ولا بتقصهم وبتحطهم بالبراد تتجمد؟ هو هيدا شلته من المي. اوكي اوكي مش مسلوق. مش مسلوق؟ لا مش مسلوق. بنقعه بمي؟ صح بنساويها نحفرها بعدين ننقعه بمي. اوكي بينعمل فيها شمام، بابايا، مانجا، اناناس، لقطين مثل هيدي. سؤال عن المانجا. قدر ما فيه تكون مصرية تقدر تشتغل فيها؟ ما كتير. صح لانه حتى بالتقشير هو الواحد عم يعملها بالبيت عادي بلا زينة يعني وبلا ديكور. ما كتير بتتمسك وبتتقشر بسهولة. ايه صحي مانجا حساسة شوي. بدها تكون شوي جامدة تحت تقدر تعمل فيها شيء. هيك صار عنا بوكيه بنحط سنتر طاب. اوكي احملها شيف معي تنفرجوني اياها. اوكي واحلى بوكيه وعن جد برجع بعيدها كل عروس بدها تتجوز تعمل بوكيه خضره وفواكه هيك ما بتجوع بالعرس لان ما عندها وقت تاكل تستعين بخبره الشيف مازن. والف صحة ورمضان كريم. شيف بتحب تقول لهم شيء؟ ماشي رمضان كريم وكل عام وانت بخير. وانت بخير. ثانك يو. بريك كثير قصير وبنرجع بنكمل حلقتنا سوا. رح حاول اليوم ما كتر حكي كتير بتقديم الفقرات لأنه تعودتوا الفقرات هي فقرات ثابتة. رح نروح دغري على البيوتي. ليك
دكتور. بونجور. كيفك؟ منيحة وأنت؟ منيحة الحمد لله. تفضلي. ثانك يو. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا فيك. أنا بس اللي بنصحك فيه إنه في مكانة جديدة أكيد بتعرفك في كذا مكانات طالعين، بس لازم واحد يعرف أي مكانة اللي بده إياها، ما لازم يخلط المكانة للتاني. في مكانة اللي سألنا اللي اسمها الإيماتريكس 2 اللي عندها دو تيت، واحدة تيت تبعها اسمها سبليماتيف، يعني بتعطيكي تان سبليم من اسمها بيكفي. هيدا بتشتغل على بور اكتيفي لو كولاجين، ما بتخلي الكولاجين اللي تحت تعبان ما عم يطلع. أوكي. لأنه الوجه مثل ما قلتي أنت أكثر شيء اللي بيتعب الجسم. أنا بشتغل لهي المكانة. هيدي المكانة أوكي. كمان لازم تعرفي مش جلسة واحدة. لبعد جلسة هتلاقي أنه هاي عملتي شيء في بانكينج كأنه عبيت لك. أوكي؟ بس بدك كل شهر جلسة. نحن منأيد بعدين أدباتك يا ثلاثة بين ثلاثة وخمس جلسات. أنا برأيي كم سيشن بدي؟ بدك شي ثلاثة، أنا برأيي بدك شي ثلاثة، إذا عايزة واحدة زيادة بنعملها. أوكي. بعدين بس تخلصي لي 3 سيشن أن موا أن موا أن موا، بتصيري تيجي تعملي مينتونونس، كل سنة كل ست شهور بتيجي مرة تعملي. أوكي. تستغني بعدين على الشيرورجي ويمكن ما بعرف لأن. أوكي. وهيدي هلا إذا عملناها هلا في عادي كمل النهار ما في احمر في دغري حط لك كريم وراها دغري بتظهري من عندي ولا شيء ولا بتشوفي حالي بتفضلي اذا بدي اذا بتريدي تعالي تطلع جوا نبلش بالشغل لكن الالفات بدنا نبلش الشغل هلا بدنا نشيل التان نحن بنشتغل هالميله اللي فيها الترهل الجو ما حندقرا لانه ما بدنا ندقر الفات اللي بالجو لفهميك نشتغل هالميله كلها للرقبه تحتها وخاصه هون وهالمنطقه لهالشغله فيه اشتغل بدي حط الجل ساعتها بدنا ننظف بدي بلش بهيدي هاي ما حعلمها بس خلي لك هيدي فرجيك على المرايه حتشوفي الجلو كيف عامل لها تشوفي الفرق بنحط الجل لانه هالمكنه بتشتغل على الاساس هي غاديو فريكونسي وبتشتغل على انفرا روج الانفرا روج هن اللي بيعطوا حراره ليحركوا هلا بدي اعمل لك اول دربه لتشوفي تاخذي فكره شو هي بعدين بشتغل براسي أوكي. اوكي بعمل لك اول شوط خلصنا ثانك يو يلا بنفوت هلا وبعطيكي الموعد الثاني امتين اوكي بس انتبهي على الشمس وهلا قبل ما تفلي لازم نحط لك شوي ثلج اوكي اوكي ضروري اجى وقت الموت على الي لانه لما تجي الشغله لا ما عدته بصير انسانه سعيده اليوم شيف رح يعلمنا أكل كتير طيب وكتير صحي ومش ضروري برأيه إذا رمضان يعني ستارترز تبعولنا يكونوا معجنات أو أي شيء بناكله برمضان فينا ناكل شيء هيلثي وبيشبع وطيب 100% وعنده قيمة غذائية كبيرة وعالية شيف سليمان خواند أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شو اليوم؟ مبدئيا اليوم حاضرين صنف مقبلات شرقية بالحشوة ولكن بالطابع هو غربي عنا سومو فومي مع كريم تشيز مع خمس أنواع من البذور رح نزين بالزيتون الكوكتيل اللي محشي بندورة وطعمته شوي حرة رح نحضر عصير صغير يروح معنا مرافق لهيدا الطبق وبنفس الوقت رح نستعمل خبزة كتير طيبة ما خليني ذوقها فيك تذوقيها قال لي ممنوع تذوقيها بتنزعي لي الصورة يلا
تخيلوا اعطيني رايك فيه. هلا عملت منيح قدام العالم وهيك انه عم يحضرونا انه انت المنيح والكريم. تستاهلي كل شيء ست قصص. ثانك يو. هذا الباندا بيس طعمته طيبه حلو شوي فيه شويه طيبة. عسل كثير منيح. طيب رح نبلش انا وياك نحضر الحشوه. اوكي نحن بحاجه لخيار. بس تقول لك انه الخيار القيمة الغذائية الموجودة فيه موجودة بقشرته. أوكي. يعني اللب تبعه ما بيعطيني إلا شوية مي للجسم، بينما القشرة البرانية بتفيدنا كتير وبتعطينا نكهة وقيمة غذائية. بتفيدنا بشو؟ بتفيدنا أول شيء بتطر المعدة مثل غير شيء. تاني شيء فيها مادة معينة بتشتغل على الأنتي أوكسيد. أوكي right. وبنفس الوقت أكيد فيها غنية بالكالسيوم. ليه على طول مع السالمون لازم نحط تشيز؟ انا ما بحب طعمه التشيز. بس هيدي الكريم تشيز هي مميزه، يعني جبنه مثل المرهم. بس انا ما بحب طعمتها، ما بعرف شو السبب، بس انا بقول اذا بنحط الحامض الطبيعي اللي موجود بقلبها لهيدي الجبنه. أوكي. او هالنكهه الاسيديتي الصغيره اللي بتكون موجوده بالكريم تشيز، اذا بتاكليها مع السومون فيمي بتعطيك نكهه كثير طيبه. رح اقول لك ليه، لان انا بحب طعمه السالمون تضل بارزه. وقت تنحط التشيز معها بحس شلت لي من طعمة السالمون، زعجتني نفسيا. أنا بوافقك الرأي، لأنك هيئتك أنت شخص بحب ياكل السومون فيمي بكميات كتير كبيرة. نحن الأبيتايزرز اللي بدنا نعملها بدنا نجرب ندخل الكريم تشيز معنا. أوكي. بكمية قليلة لتعطينا هالنكهة الصغيرة وتكسر من حدية السومون. أوكي، بس ليه جمعت الليتشي معهم؟ الليتشي لزين فيها. بس لزين. عم تستبق الامور، حطيت شويه شومر مع الكريم تشيز ومع الخيار. اوكي. هيدا شرحه سومو فيمي جاهزه. اها. بحط الحشوه بقلبها، بس مثلا الخيار شو له وجود؟ لما تكوني عم تاكلي شكل شغله مثل هاي الابيتايزرز اللي نحن محضرينها هيك سموثز، بدك شيء يكون كريسبي تحت اسنانك. اذا حطينا حيلا كريسبي رايس او شيء بقلب كريم تشيز بتدبله، بينما الخيار هو الوحيد. تخيلي هاي الخبز اللي اكلتيها مع السومو فيمي مع الكريم تشيز مع شويه قنات، كل هالكومبينيشن هاي بتمك قد ايه بتعطي نكهه طيبه. طيب يلا بدي ادوق. تخيل يلا فكره معي. ما بدي اتخيلها، بدي ادوق. اوكي رح نعمل شغله صغيره. هون عندي عصير طماطم او عصير البندورة. رح نعصر لها شويه حامض. انا قاعده عاقله اليوم وما عم بتحسر وما عم مدمد ايدي، بس انه عاده بتساعدي للشيف. عاده بخبص له للشيف. انت صادق ما بساعد وبخرب له الدنيا. هيدي رشه ملح وهيدي رشه بهار صغيره. اوكي نرجع بنخلطهم مره ثانيه، عصير البندوره مع الحامض مع الملح مع البهار. نقي لي حبة كردون من هول الكردونات اللي موجودين لنشك فيها. إنه عم بفوتني، عم بخليني اشتغل شيء. حبيت. أول مرة بطلع معك ست البس، بحكي بعمل حسابك أكثر من هيك بكثير. هيدي حبة الليتشي. نقيت سودا بتلبق على تيابنا اثنيناتنا. كثير منيح. هيدي حبة الليتشي رح حطها تقريبا هون، حبة الكردون اسمحي لي فيها. اوكي عم جرب الركيب اكثر طبق. بتعرفي بالسفره الرمضانيه بتوصل ست البيت لمرحله انه محتاره شو بدها تعمل، وراح يعجبهم وما راح يعجبهم. هلا بهيدي الديسبلاي ما بيقدر حدا ما يعجب. مجبورين ينعجبوا كثير منيح. واصلا السالمون هو بتخيل للناس اللي ما بتحب تطبخ، لانه اسهل شيء اذا عم تجيبي سومون فيمي مثل ما نحن عملنا. بس اسهل شيء تحضيره، بس تجيبي فيليه سومون واللي كمان طعمتها اطيب بكثير. مزبوط. وتطبخيها تعمليها سوتيه او جريي او حيلا شيء. بس انا عم بحكي السالمون هو من الاكلات اللي سهله تتحضر بس بالبيت. دقيقه في سؤال بدي اسالك اياه، ليه على طول بنسمع انه السالمون حسب كيف بتنقص في إلى بالقص معلمين؟ مزبوط هذا الحديث؟ ما بعرف إذا الكاميرا بتقدر تشوف معنا الطبق. شايفة هاي السلايس اللي موجودة هون؟ ما بتقدر تمشي فيها بالعكس، يعني دائما لما بدك تطلع بالسومو بدك تشوف الألياف تبعه. شو بيصير إذا بتمشي فيها بالعكس؟ هذا السؤال. أول شيء كشكل ما بتعود مبينة، غير الشكل ما إلا معنا. لأنه في مرة كنت عم بتحدث مع شيف جابانيز. نعم. بحضر سوشي وقال لي حسب القصة يا بتزنخ السالمون يا لا. إذا عم يحكي كرو
yeah. اذا عم يحكي ني. ثاني شيء الاشخاص مثل اليابانيه، يعني تخيل انت عم تسالين على الكبه، الكبه اللبنانيه بقدر اعطيك اختبارات عنا بكميات كثير كبيره وفلسفه لها علاقه بثقافه مطبخنا. هن بيعيشوا هول جماعه السوشي، هول الشفيه بيعيشوا بسكينهم، بيعيشوا بكل الكلتور تبع كل السوشي. يعني كان عم بخبرني عن السكاكين تبع السوشي وانه كيف لازم بيشتغل كل عمره فيه للسكين. شفتيني حطيت رجعت الخمس انواع بذور فوق الحشوه، قيمه غذائيه كثير عاليه. نحن بشهر رمضان بحاجه لكل هول التبس، يعني كل شيء انت شايفتيه اليوم على سفرتنا عنده هدف وعنده تارجت يوصل له بالقيمه الغذائيه. نحن ما بدنا ننصح، بدنا ناكل اكل صحي بغذي بكميات كبيره، وخاصه انه كل النهار بيكون الانسان منه اكل لوقت الافطار، والمعده لازم تاخذ شيء بتخيل بفيد صح اكثر من انه بيزعج، لانه ايام وقت تقعد بلا اكل وقت طويل وتاكل، اذا الاكله ثقيله بتزعج، مزبوط ببطل فيك تكمل، بتزعج وبتبطل فيك تهضميها مثل ما هو لازم. بس نلفت المشاهدين لشغله صغيره، اذا بلشنا سفرتنا اخذنا حبتين معجنات مع اربع خمس حبات بطاطا مقليه قد خمسه كضرر وكتقل على المعده وكفات قد خمسه من هيدي السمو. اوكي، حتى رغم انه فيها هالقد تشيز اكيد، وهذا التشيز ممكن يكون لايت، اذا عم نشتغل على شيء لايت ممكن نجيب الكريم تشيز تكون لايت. شو رايك لحد هلا بهالبقجه اللي عملناها؟ غير شكل. بدك ذوقك شيء طيب؟ شو بدك بدك عم تسالني؟ ذوقني. هذا بيصير بكره لما نتعود اكثر بنصير نجيب معنا اللانش بوكس تبعنا. هلا الشباب وناتالي والمخرج بيكونوا عم بيقولوا ليش عم تاكلوا نحن لا؟ بيكونوا مقهورين. بس معلي هن عم يقهروني باشياء ثانيه، انا بقهرهم بالاكل. طالما انا موجود معك بالاكل ما رح تنقهري ولا مره بقى. نا 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 خلصنا الديكور مبدئيا خلصنا، بس بدي ارجع اعمل شغله ثانيه قبل ما اقول لها خلص حطها هون. حط لها هلا شو اسمه. اوكي، بعد عنا برش حامض وبيصير البلا جاهز بالمبدا للتقديم. الطبق تبعنا جاهز، بقجة السومو مع الكريم تشيز او امونيير دو سومو مع الكريم تشيز. فينا نسميها بقجة سليمان؟ فينا نسميها مثل ما بدك. اوكي. بقجة سليمان نصيحة جربوها لأنه كثير طيبة. ورح يكون معنا طبق ثاني بغير حلقة مع شيف سليمان تتعلموا شيء سريع وهيلثي وبيفيد برمضان. ألف صحتين ألفت. صحتين ألفت. مين برأيكم اليوم اهتم فيه شعر، ميك اب، لوك جديد؟ ما رح خبركم، منشوف سوا بلوك اوف ذا داي. هاي فادي. هاي ألفت. كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ جود. انت حاضرة؟ على طول حاضرة. يلا يا ألفت، يلي رح نجرب نعمل اليوم انه رح نعمل شيء شوي وات، يعني العيون رح نحسن جلوسي. تان تقريبا ميديوم، مانا كلها جلوسي ومانا كلها مات. والالوان حتكون على الوان ترابيه، برونز، جولد، هيك شيء. نبلش بالعيون قبل التان. هيك تيضل عنا التان فيها الاكلة ونضيفة. I'm gonna make you mine.
اوكي رح نحط لهم باش تحت الحاجب شوي صغيره بس نكزه كذا لفوق، لانه انا ما كثير بحب تحت الحاجب يكون فاتح وملمع. اوكي هيدا الفات هيك بيعطي لمعه خفيفه. اوكي فينا نستعمله على الخدود. اوكي فينا نستعمله فوق العيشته كمان. اوكي نحط لون لا اسود ولا بني، بيعطي لمعه خفيفه بالعين على لون هيك برونز بتحسي. اوكي رح نحط ساتن شوي في لمعه بتحسيه هيك جولد على اصفر بس تضوي شوي العين، وراح نحطه تقريبا بالنص. هنا نحط باودر على المحلات اللي بدنا اياها تكون منشفه تا كمان يثبت الميك اب. وصلنا على الحواجب. بديهم تخان. كتل الرموش بليز. تكرم عينك. اوكي عم نرسم الحاجب اكيد بالاخر لانه كل فتح وجبها بالاول كثير حلوين، بالاخر عم نجرب نظبطهم حتى نرسمهم بطريقه حلوه تزبط مع المكياج وتزبط مع شكل وجهها. رح نستعمل ماسكارا، ما رح احط لك رموش لانه بعتقد المكياج كثير 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 ناعم لدرجه انه فينا نستعمل ماسكارا بلا رموش. هلا بدنا ننتقل على الحمرة. وبعتقد رح احط لك لون قوي. تسوي شعراتك؟ أنا ما بدك تخلصي، ما بدك تروحي، مبسوطة تحت ايدي، نايمة مرتاحة صراحة. صراحة خلصنا؟ فيك تشوفي فادي. أنا رح أنزل هلا خلص اللوك عن باتشي إلوتشي مع حسين وبرجع بطلع بفرجيك اللوك النهائي. أوكي شو رح نعمل؟ هلا بدنا نعمل شيء على ويت لوك، كل شيء هيك مثل كانه ستيل ماي هيك، وبدنا نعمل شيء مع ويفي عريض كثير. اوكي بس شوي صغير. اوكي لانه اني ويت الميك اب يكون سامبل يعني ما كثير. اوكي
دائما بأمرك. ميرسي إلك. ميرسي. عالم اللولو عالم كتير كبير وواسع، من هيك ضيفة اليوم أخصائي باللولو رح يعطينا فكرة شوي صغيرة قد ما بيقدر بالوقت عن اللولو. روجي أبو عيسى، أهلا وسهلا فيك. ميرسي ألفت، أهلا فيك. مظبوط عالم اللولو كبير وواسع كتير، يعني هلأ أخذت نقطة منك كم كلمة بقوت الميك أب واستغربت أشياء. كيف فتت على اللولو تحديدا؟ هو بصراحه انا كنت مسافر رحله يعني على تاهيتي، ما كنت بعرف، ما كان عندي اي فكره عن اللولو، وانا هنيك اكتشفت انه هن كثير، يعني اللولو بيطلع من عندهم، هن بيقولوا لها البلاك بيرل بتاهيتي. مزبوط. فقعدت هنيك جمعتين ثلاثه وصرت نبش واسال واطلع وانزل، وتعرفت على حدا اللي هي من تاهيتي، وحبيت ارجع على لبنان. انا كنت عايش برا وحبيت ارجع على لبنان وفوت بهذا البزنس، لانه باللولو ما كان في حدا سبيشلايز بس باللولو. مزبوط. وبلشت الفكره من هون، جيت بال 2005 وفتحنا محل وصاروا اثنين ومشينا باللولو. وانت هلا حاليا جولري ديزاينر؟ هلا جولري ديزاينر. انا يعني كنت عندي اختصاصي غير، فانتقلت من شي لجولري ديزاينر. هل قد شدك هيدا العالم؟ كثير شدني، يعني حسيت حالي انه خلص هيدا الشغله اللي انا ما كنت منتظرها ولقيتها وبلشت فيها. شو بدك تعطيني معلومات عن اللولو؟ لانه انا سالتك برا انه هل حبه اللولو مثل ما هي بتلاقوها بتاخذوها؟ صحيح. حطوها. صحيح. ما كنت عارفه انا انه تقريبا ثلاث ارباع الالوان هن طبيعيه بتكون. كلهم طبيعيه، اغلبيتهم طبيعيه. هلا اللولو يعني في منه بيطلع بالبلدان بعده بلاد، من تاهيتي هي بيقولوا البلاك بيرل، يعني بيجي منها اسود على جراي على بيكوك، عده اللي الوان اللي عم نشوفها هون. مزبوط. هيدي الثانيه والتحتانيه السوداء كمان هولي. بعد في اغمق نوع، في اغمق اسود اكثر، اسود شوي. اسود وفي جراي فاتح، هيدا بيطلع من تاهيتي. اوكي. هي يعني اللي ما بيعرف تاهيتي هي جزيره بالمحيط. تخيل كل العالم بيعرفوا تاهيتي بالاسم، وكل ما حدا تقول له تاهيتي بيقول لك واو شو عبالي روح، كان بيعرفها او ما بيعرفها لانه الفكره عن تاهيتي مسموع سامعين فيها. هلا واللولو الابيض اللي عم نحكي دائما ساوث سي بيطلع من استراليا، يعني أوكي. استراليا مخصصه بالابيض، بيطلع من البحر، من بحره بيطلع لونه ابيض. بتاهيتي بيطلع غامق على اسود على بلاك، باندونيسيا بيطلع على اصفر. هو ليه؟ هل المي بتغير لون البيرل او كيف؟ اكيد يعني الماء، طبيعه الماء سقوعيتها وكذا هي اللي بتعطي اللون، بتكون لانه هو يعني اللولو عايش بالماذر اوف بيرل يلي هي هيدي انا جايب عنها هون وحده. أوكي. هي الماذر اوف بيرل بتكون هي اثنين، واللولو بتكون مزبوط. بقلبها مزبوط. فاللولو بتاخذ الوان من الناكر، يعني من الماذر اوف بيرل، يعني مثلا اذا بتشوف هون في مثلا جراي بيرجع بيصير يغمق، في بيكوك، في اخضر، في عده الوان. اوكي. هلا هيدي من تاهيتي، اذا بنشوف وحده من استراليا بيكون لونها من هون اصفر مش غامق، يعني بيكون اصفر مع ابيض. بياخذ منها حسب الماذر اوف بيرل بيكون لون الحبه من جوا. مزبوط، هي بتاخذهم من هون عجوانبها، بتاخذهم من قلبها. اوكي، قد ايه اللولو هلا بعده، يعني هلا في دارج اللولو، بس قد ايه بعده عم بيوازي الذهب والدايموند؟ لانه يعني من زمان كانت اللولو شغله كثير حلوه تنلبس عند الست، وانا بلاقيها كثير فيمنن، بس قطع فتره شوي اللولو اختفى، يعني النساء ما بقى يلبسوه مثل ما كانوا قبل يلبسوه. هلا هل في طلب عليه يعني من قبل النساء؟ لا اكيد، لانه اللولو هن من زمان وجاي بيقولوا انه اللولو كلاسيك، واللولو انه لعمرهم كبير وكذا، بس حسب طريقه الديزاين يلي هي عم تشتغل بتحسيهم انه في ديزاينات كثير كثير يعني جنتلي وفيها جنتلي وهيدا. مزبوط. بس وهلا كثير بعده بينطلب مثل قبل. اكيد هو لونه يعني مثل من الاحجار كريم، يعني كيف الالماز الدايموند سافاير هي ذات الشيء. اوكي. فاللولو حتى بتعطيها غنى للقطعه، بس نحط مثلا نقول قطعه مثلا فيها ذهب والماز، حطي لها حبه لولو بقلبها بتحسيها صارت اغنى. ايه لاحظت بهيدا الكوليه ولاحظت بالخواتم. يعني حيال قطعه يعني نقول مثلا ليتس سي هذا الخاتم مثلا، ليك شو مجملتها حبه لولو، نقول مثلا هو هذا عاملينه، انا عامله ديزاين ثلاث وردات. ايه.
حاطين ليك مثلا بقلبها كيف طالع اللولو ليك كيف بيعطيها مثل حياه الوان لون عليها للقطعه مزبوط. فدائما يعني انا حتى اصلا كل ديزايناتي انا يعني اختصاصي باللولو بده يكون دخلها حبه لولو. اوكي هيدا اللون هيدا تريتد ولا هو هيك؟ لا هيدا اللون الوحيد براون. هيدا البراون يلي هو اللون الوحيد يلي هو تريتد. هلا هي اللولو بتكون هيدا عاملينها من تاهيتي يعني هي طالعه بتاهيتي بس عاملينها تريتد لانه لونها بنقول له شوكليت. هيدا اللون ما في منه يعني بالماذر اوف بيرل ما بيطلع هيك الوان. هيدا اللون الوحيد يلي هو تريتد بينما البقيه كله ريل. وشو بعد بتعملوا الوان؟ بس هيدا تريتد بس هيدا بس اللون يعني ايام بشوف بينك. لا هوديك ما بكون بينك في بلا في بينك في بينك بينك في لولو بينك بالجابان في بينك. اوكي مثلا ليتس سي احمر مثلا ما في احمر ازرق ما في فوشيا هول الوان هول كلهم تريتد بيكونوا هول تريتد بيكون. اوكي في شيء بدك تخبرني اياه عن هذا الكوليه تحديدا؟ صحيح هذا الكوليه ربحت عليه السنه بست انوفاتيف ديزاين كان في بمعرض بالبحرين اخذت عليه اوورد و دي حلوه الفكره حلوه كثير انه لانه بالنهايه ما كانت شغلتك اي اكيد بس اصلا رجعت فتت يعني على معهد وكملت بس الثاني هيك فات على عالم جديد ويربح جائزه بتعطيه يمكن بوش تيكمل احلى أكيد. واحلى يعمل الاشياء مزبوط اكيد عطتني بوش كثير قوي. روجيتا في حبوب لولو شايفتهم غير ديزاين يعني مانون راوند اي مزبوط هول يعني انتوا بتصنعوهم ولا بتجي هي الحبه هيك؟ لا هيدا الشيب الشيب هو يعني حتى ايفن الدياميتر تبعولها الكبر تبعولها هن لوحدها بتطلع يعني حتى مثلا بتشوف حبه صغيره بتكون مثلا هيدي الحبه تقريبا شي 9 ملم هي بتكون عمرها تقريبا سنتين بالبحر. اوكي اذا مثلا نقول 10 ملم وما فوق 10 ملم ل 12 13 ملم بكون هيدي عمرها 4 سنين بقلب المحاره. اها اذا صارت ليتس سي 14 واكثر بكون هيدي عمرها 6 سنين واكثر. لقد ايه بتكبر هي؟ بتكبر اكبر يعني حجم اي في بال 25 26 في هلا بصير كثير قليل بصير انه صعب كثير يتلاقى. مثلا عندي هيدي الحجره هون ليك كيف شغلها على ديزاين كثير سمبل أي. هيدي مثلا تقريبا 21 ملم الشيب تبعها كمان غريب هيدي الشيب دروب بنقول مثل دمعه بتجي كمان الشيب يعني هي لوحدها بتطلع مش نحن مثلا فينا نعملها شيب او نعملها راوند هون مثلا طالعه راوند هون بتطلع شيب عندي هونيك مثلا وحده طالعه باروك يعني متعوجه شيب تبعيتها غريبه عجيبه هيدي هي لوحدها بتطلع مش نحن فينا نشتغلهم هون. وهل يعتبروا هول مثلا حبه مثل هي اذا ست رايحه تشتري وشافت هيك حبه هل هيدا شيء طبيعي او لازم تعتبرها ديفول؟ لانه لا. الدايموند ايام مزبوط هي عم تشتري حبه الدايموند بيفحصوها انه لا هيدي فيها ديفو معين بتصير ارخص صحيح هولي نفس الشيء هولي ذات الشيء يعني هيدي مثلا كمان على هيدي الشيب بتلعب الشيب دوره بس فيها الكواليتي تبعيت البيرل بتكون مثلا منقطه ساعتها كواليتي بتكون اخف يعني أوكي. كمان مثل الدايموند في عندك كواليتي وفي عندك السايز بس تكبر السايز تبع البيرل بتكون اغلى بس اذا كمان مدربه بتكون ارخص سو كل ما كانت اكبر اوكي والكواليتي احسن كل ما كانت اغلى سو على طول الست لازم تطلع على اذا فيها شيء الحجره وقد ايه كبرها مزبوط لتعرف اذا هي هي صحيح. او لا واللاستر تبعولها اذا عم تلمع او اذا باهته ما فيها هاللمعه الحلوه اوكي كل ما لمعت اكثر كل ما الحبه اجمل صحيح اوكي ان شاء الله كل ايامكم بتكون لولو ماشي او روجي ثانك يو كثير انبسطت فيك وانبسطت انك عم تعمل كمان ديزاينات فيهم ينلبسوا كل يوم اكيد عندي كثير مثلا هون مثلا هول شغلهم مثلا مع جلد ايه لاحظت هون شغلهم مع مادر اوف بيرل هونيك شغلهم مع ذهب ودايموند حسب الحبه وقيمتها اذا قيمتها كثير كبيره بنشتغلها مع ذهب والماز اذا كواليتي خفيفه وصغيره بنشتغلها مع جلد اوكي ثانك يو على المعلومات اللي انا في كثير اشياء ما كنت بعرفها وفي كثير ناس اكيد مثلي في قصص ديتيلز عن البيرلز ما بيعرفوهم سو ان شاء الله تكونوا استفدتوا مع روجي ثانك يو ميرسي لك ثانك يو ميرسي اجا وقت الوداع ما فيي اعمل شيء مجبوره اودعكم بس بوعدكم بكره حلقه جديده بعيش ستايل مواضيع كثير حلوه تصبحوا على الف خير.